السلام عليكم. مع استمرار الأزمة الليبية وتوسع آثارها، تبرز المواقف الدولية تجاه الأزمة لتفرز عددا من المبادرات والتصريحات الرامية إلى دفع عجلة الحوار الليبي وتسريع وتيرة حل الأزمة. يأتي ذلك في وقت تنقسم فيه مواقف أطراف الحوار من المسودة المعدلة والتي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في آخر جلسات الحوار بالصخيرات المغربية في يونيو الماضي. ما هي دلالات المواقف الدولية تجاه المسودة الأخيرة من الاتفاق السياسي؟ فيما يتجسد موقف طرفي الصراع من المسودة؟ أي مستقبل ينتظر الحوار في ظل هذه المعطيات؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في المنتصف. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني خولي، وعبر سكايب من بروكسل المختص في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجائي بركات، عبر الهاتف من اسطنبول الخبير القانوني صالح الزحاف. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. في الوقت الذي أدلى فيه المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب برأيهما حول مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة، تتواصل المساعي والدعوات الدولية للدفع بعجلة الحوار وإيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا. فقد دعت جامعة الدول العربية الأطراف الليبية إلى التوقيع على المسودة في أقرب وقت ممكن وتغليب المصلحة الوطنية. أمين عام الجامعة نبيل العربي قال إن البدء في تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني سيمكن من بسط الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. ويتناغم موقف الجامعة العربية مع المواقف الدولية التي عبرت في أكثر من موقف عن تأييدها للمسودة الأخيرة، معتبرة إياها أساسا متوازنا للاتفاق. ومع ربط المؤتمر الوطني العام موضوع عودته لطاولة الحوار في الصخيرات بتضمين مقترحاته في المسودة المعدلة، ووجود نوع من الارتياح المشوب بالحذر من طرف مجلس النواب إزاء المسودة نفسها، سيكون المبعوث الأممي برناردينو ليون مدعوا لبذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر ودفع الأطراف إلى تقديم تنازلات تفتح الباب على مصرعيه نحو حل شامل للأزمة. إذا نبدأ الحوار معك سيد البكوش، كيف تقرأ تفاعل المجتمع الدولي مع مسار الحوار وتحديدا المسودة الأخيرة من الاتفاق السياسي؟ رد فعل المجتمع الدولي منذ بداية هذه المفاوضات منذ أكثر من 3 أشهر هو موقف متسق ولا تبديل فيه، إذ أن الموقف الدولي مبني على أساس أن الصراع في ليبيا هو صراع بين معتدلين ومتشددين وبين إسلاميين وغير إسلاميين، وعلى هذا الأساس نرى هذه المسودات الواحدة بعد الأخرى تدعم هيمنة برلمان طبرق وقوات حفتر وحفتر نفسه على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، وتحاول هذه الدول والمبعوث الدولي دعم أي توجه في هذا الاتجاه، كما أنها تحاول تشكيل حكومة ذات سلطات واسعة لكي تتعامل مع قضيتيها الرئيسيتين وهما الهجرة غير الشرعية والإرهاب. طيب سيد خولي، يعني بدورك كيف ترى مستجدات الحوار الليبي في ظل توسع الاهتمام الدولي بشأنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع الدولي في الحقيقة استشعر الحرج في الفترة الراهنة وأيقن بأنه قد تأخر وسوف كثيرا وضلل المتابعين لهذه القضية حتى ضلل الليبيين أنفسهم ودفع بهم إلى اشتعال الصراع والاقتتال دون هواده، ولا يمكن أن نبرئ ساحة المجتمع الدولي مما حدث في ليبيا وما تفاقمت الأوضاع إليه. المجتمع الدولي الآن يحاول أن يضغط في سبيل توقيع الأطراف على مسودة أو على مقترح يرى أنه الصحيح وأنه الأصلح للوضعية الليبية، ولكن المجتمع الدولي حقيقة أخطأ خطأ جسيما في أنه لم يكيف ولم يوصف الوضعية الليبية بالشكل الصحيح، وكان كما ذكر سابقي
منحازا بشكل واضح إلى طرف من الأطراف، وهذا سوف يزيد الطين بلة وسوف لا يحل المشكلة. وإذا كان المجتمع الدولي يعجل ويستعجل في التوقيع على هذا الاتفاق، فإنه يريد أن يدفع بالأطراف إلى ما يريده المجتمع الدولي وما تريده قوى إقليمية بعينها، وهو أن يسيطر طرف على الأوضاع الأمور تسير في إطار اللامساواة، وتظل أو يظل الصراع معلق بين كل الأطراف، فهو غير مرضي للطرف الآخر وغير مرضي أيضا للشعب الليبي. طيب أنقل هذه الفكرة إذن إلى السيد بركات. سيد بركات، كلا ضيفي هنا يقولان بأن هنالك خلل أو لربما انحياز في موقف المجتمع الدولي لطرف دون آخر على ساحة الصراع الليبي، وهو ما ضل الليبيين أنفسهم. هل تتفق معهما؟ أتفق مع ما ذكره الأخوين، ولكن بالإضافة إلى ذلك الآن المجتمع الدولي، أوروبا غارقة في المشاكل مع اليونان. المؤتمر القمة الطارئ اليوم الذي عقد في بروكسل، اجتماعات وزراء المالية، فالجانب الأوروبي الآن غارق بمشكلة اليونان وإمكانية انسحابها من منطقة اليورو. فبالإضافة إلى ما ذكروا، أكيد المجتمع الدولي الآن يعني غير مهتم جدا بما يجري في ليبيا. طيب كيف تقيم ردود فعل هذا المجتمع الأوروبي تجاه المسودة الأخيرة من الاتفاق السياسي تحديدا؟ حاولت اليوم أن أنظر إلى وسائل الإعلام الغربية، وخاصة في بلجيكا في بروكسل، ومع الأسف لم يكن هناك مقالات كثيرة أو اهتمام كبير بما يجري في ليبيا وفي المباحثات. فطبعا من ناحية إعلامية أو حتى من ناحية سياسية، عندما يحدث حدث جديد يتم نسيان الأحداث السابقة، فبالتالي الاهتمام غير ليس كما يجب. أيضا مثلا اليوم كان في مؤتمر في بروكسل حول اليمن، وأحد المتحدثين فيه وهو أوروبي يعني قال أن اليمن ليست مهمة بالنسبة لأوروبا والاتحاد الأوروبي، فبالتالي ما يجري هناك ما هو إلا خسائر جانبية، والجملة التي ذكرها هي دقا كل تيرو. فهذا يدل على أن أحداث العالم العربي مع الأسف ليست على لا تحظى على الأهمية التي نظن نحن كعرب أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تعطي لمشاكلنا الخاصة. طيب هنالك مجلس الأمن، سيد الزحاف، هذا المجلس أعلن عن جاهزيته أو جاهزية لجنة العقوبات لملاحقة كل من يقوض نجاح الحل السياسي في ليبيا. ما دلالات التلويح بفرض العقوبات في هذا التوقيت الزمني من عمر الأزمة في ليبيا؟ هو التلويح بالعقوبات هي محاولة لدفع الأطراف إلى الانتهاء من التوقيع على مسودة الاتفاق الرابعة، ولكن هذه المسودة مشوبة بخلل حقيقة يعني قانوني ودستوري بالدرجة الأولى. يتمثل هذا الخلل حقيقة في ثنائية محاولة فرض ثنائية السلطة التشريعية، وحقيقة والإخوة في المؤتمر الوطني العام لم ينتبهوا إلى هذه المشكلة، لأن أن تكون هناك مؤسستان تشريعيتان في الدولة هذا خلل دستوري حقيقة لا يمكن القبول به، ويستدعي المعالجة الدستورية وليس حقيقة الانسحاب من طاولة المفاوضات. طيب سيد الزحاف، هذه نقطة مهمة جدا سنتطرق إليها ومعك تحديدا في سياق المنتصف، ولكن سيد الزحاف إن كنت في الاستماع، طيب إن كنت في الاستماع، يعني هل نفهم من أن مجلس الأمن سيقوم بتوجيه عقوبات ضد كل من يعرقل مسيرة الحوار الآن، طرفي الحوار في ليبيا؟ هناك قائمة جاهزة موجودة ومطبوعة حقيقة بأسماء أشخاص حقيقة. القائمة قد تكبر وقد تظهر حسب الظروف، ولكن القائمة تم إعدادها حقيقة بأسماء أشخاص متهمين بعرقلة الحوار اولا وكذلك بدعم التطرف في ليبيا ثانيا. هذه القائمه موجوده وقد تطرح للنقاش بشكل كامل، وقد تطرح بشكل جزئي، وقد تطرح الان بعد قبل التوقيع، وقد تطرح حتى بعد التوقيع، ولكن القائمه تم اعدادها وتم اعداد حقيقه يعني مستندات خاصه لكل طرف من الاطراف
المتهمين في هذه القائمة. طيب ما الذي لا يعني ما السبب وراء عدم خروج هذه القائمة حتى الآن؟ هنالك عثرات يواجهها الحوار الآن. هي للحيلولة دون انفجار حقيقة الموقف ووقوف هذه الأطراف التي تتهم من قبل مجلس الأمن بأنها ستقف في مواجهة أي اتفاق لأنها سترى أنها خاسرة الآن أو لاحقا، وبالتالي من مصلحتها أن يعني الذهاب إلى الجحيم مع الطرف الآخر ولا تذهب لوحدها، وبالتالي للحيلولة دون هذا الموقف المتطرف من أحد الأطراف ومجموعة عناصر داخل أحد الأطراف جعل مجلس الأمن يتريث في إصدار هذه القائمة. طيب سيد البكوش، الجامعة العربية، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، جميعها تدفع أطراف الحوار وتحثهم على التوقيع على هذه المسودة المعدلة التي قدمها المبعوث الأممي برناردينو ليون. ما حجم الضغط التي تمثله هذه الدعوات على أطراف الحوار؟ هناك ضغوط كبيرة بكل تأكيد، وهناك تهديدات، رقت إلى تهديد فرنسي بمسجل أيضا ونقل نسخة من التسجيل إلى المؤتمر الوطني العام بالتدخل العسكري، وهناك تهديدات بالوضع على القائمة قائمة العقوبات وما إلى ذلك، ووضع بالفعل طلبة فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وضع الدكتور عبد الرحمن السويحلي وعثمان مليقطة على قائمة العقوبات ونقلت إلى لجنة العقوبات، ولكن هذه اللجنة لم تقبل بهذا بعد تدخل دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لرفع الشخصين من القائمة. ولكن هناك مسؤوليات تاريخية أمام المؤتمر الوطني العام وجميع الأطراف الوطنية لكي تتحمل هذه العقوبات وتعتبرها نياشين على صدرها إن صدرت في سبيل الدفاع عن مصلحة الوطن وسيادة الوطن. لا يمكن لاتفاق سياسي يراد منه حل سلمي مستدام أن يفرض عن طريق القوة والتهديد. يجب أن يكون هناك شراكة كاملة بين جميع الأطراف تتفق على اتفاق يمكن الاعتماد عليه ويمكن ترسيخه. نحن لا نريد اتفاقا سريعا يستطيع المندوب الدولي عن طريقه إشهار انتصاره والمجتمع الدولي يقول لقد حققنا اتفاقا وتنتهي بنا القصة كما انتهت باليمن بعد الاتفاق السريع الذي حققه جمال بن عمر مندوب الأمين العام، والآن نرى ما يحدث في اليمن. طيب ماذا عن ضغط المجتمع الدولي على الطرف الآخر المتمثل في مجلس النواب؟ يعني أنت أشرت إلى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في ضغطه على المؤتمر الوطني. لم يضغط المجتمع الدولي أبدا على مجلس النواب. أي دراسة متأنية للمسودات الخمس يرى بأن مجلس النواب قد تحصل على كل ما يريده. تحصل على تمديد لا يستحقه ولا تدفع ما تقدم به مجلس النواب خلال 18 شهرا الماضية إلى إعطائه أي تمديد. تحصل مجلس النواب على سحب الصلاحية الوحيدة التي أعطيت لمجلس الدولة بالموافقة على ضرورة موافقة مجلس الدولة على إقالة الحكومة. تحصل مجلس النواب على تحصين فعلي لمنصب القائد العام خليفة حفتر للجيش الليبي. تحصل مجلس النواب على تحصين لجميع قراراته الفاسدة السابقة. وتحصل مجلس النواب أيضا على تسمية ثوار ليبيا الذين أسقطوا الطاغية بأنهم تشكيلات مسلحة. وتحصل أيضا على إقرار بأن يسلم الثوار. طيب سيد البكوش، إن كان المجتمع الدولي منحاز بهذا إلى خليفة حفتر بهذا الشكل، لماذا لم ينعكس هذا الانحياز أو هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي على لربما أداء أو تفاعل مجلس النواب على تقديمه القليل من التنازلات أيضا في سبيل المضي في مسار الحوار؟ مجلس النواب لم يقدم أي تنازلات لأن لم يحدث أي ضغط عليه، واستفاد مجلس النواب من الخطأ الاستراتيجي الذي قام به المجتمع الدولي وهو إعلان اعترافه
بمجلس النواب كالسلطة التشريعية الوحيدة، وأن الحكومة المنبثقة عنه هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وعلى هذا الأساس استمات مجلس النواب في مطالباته وفرضها، ومن ورائه بالطبع دول إقليمية كمصر والإمارات التي دافعت عنه، والجامعة العربية التي استطاع أخيرا في المسودة الأخيرة أن يقحمها في هذا الاتفاق، ولأول مرة تنص المسودة على أن للمنظمات الإقليمية والمقصود بها الجامعة العربية دور في مراقبة هذا الاتفاق. طيب أنت أشرت إلى جامعة دول العربية، أنتقل بهذه الفكرة إلى السيد خولي. الجامعة العربية دعت طرفي الصراع للتوقيع على هذه المسودة الأخيرة، هل تعكس بالضرورة الجامعة العربية رأي كافة الأعضاء داخلها، لا سيما أن بعض الدول داخل الجامعة متورطة في الصراع الليبي؟ الجامعة العربية في الحقيقة لا تريد إلا تسجيل موقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية. الجامعة العربية تقدم تصريحات وتقدم نوع من التطمينات للطرف الذي تتمترس وراءه وهو جماعة حفتر، ولن تقدم أكثر من ذلك. لا يطمح أحد في أن تقدم الجامعة أكثر من ذلك، لأنها تفتقد الآلية التي يمكنها من تقديم سياسة أو استراتيجية أو طرح يمكن أن يوضع على أرض الواقع. فالجامعة تريد أن تؤكد على موقف الطرف الذي تقف وراءه فقط، وتريد أن تسجل أيضا أنها تتابع الشأن الليبي وأنها تهتم بالشأن الليبي كشأن عربي ليس إلا. أما الجامعة فهي خاوية على عروشها ولن تقدم ما يمكن أن يدفع بالمسألة الليبية في طريق الحل الصحيح المحايد الذي يخدم الشعب الليبي ويخدم الدولة الليبية المرتقبة. طيب كيف نفهم دعواتها الأخيرة إلى التعجيل بالتوقيع على مسودة الحوار والاعتراف بالحل السياسي للعسكري بالنسبة للأزمة الليبية؟ هذه كلها يا سيدتي الفاضلة أمور تؤخذ على أنها جانب إعلاني للجامعة العربية، وهذه هي وسيلة الجامعة الوحيدة التي يمكن أن تفعل أجهزتها. أما فيما عدا ذلك فلا يمكن أن تقدم لا قليلا ولا كثيرا في الشأن الليبي. الشأن الليبي يريد من يقدم له طرحا موضوعيا يتمركز أساسا على إقامة الدولة الليبية بنظمها المختلفة بجيشها بأمنها، هذا هو المراد. الجامعة لا تملك أي رؤية ولا تملك ما يضع هذه الرؤية، إذا ملكتها نظريا لا تملك ما يضعها على أرض الواقع، ولكنها لا تملك إلا التصريحات فقط. هذا هو شأن الجامعة العربية فيما يتعلق بالمسألة الليبية. طيب سيد بركات، المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يقول إن المجتمع الدولي لم ينجح في دعم الليبيين، وأن هدف المجتمع الدولي الآن هو الانتقال من الفشل المشترك إلى النجاح المشترك. إلى أي مدى يكون المجتمع الدولي وفق هذا التصريح مسؤول عن تأزم الوضع في ليبيا؟ المجتمع الدولي كما فهمت أنه لم يتدخل بشكل مباشر من أجل الضغط على الجانبين. استمعت اليوم على إحدى محطات التلفزيون الغربية باللغة العربية، أعتقد كانت فرانس 24، تحدث السيد عبد القادر الحويلي اللي هو عضو اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام، وقال أنه تم تقديم بعض الاقتراحات من أجل تقاسم السلطة بين الجانبين والتوصل إلى إيجاد حل، وكان متفائل نوعا ما بكلامه. المجتمع الدولي إذا أراد أن يضغط فبإمكانه أن يضغط على عن طريق المباحثات والمفاوضات، وبذلك عبر السيد ليوني، فهم وكلوا وفوضوا السيد ليوني بالتفاوض وإجراء المفاوضات وابتعدوا عن الساحة الليبية الآن. يعني والجامعة العربية كما ذكر الأخوة سابقا ليست لديها أي إمكانيات في التدخل أو في الضغط، وإنما كل عملها عمل إعلامي. طيب سيد الزحاف، أنت ذكرت أن هنالك ثغرات قانونية تشوب المسودة الأخيرة من الاتفاق السياسي، هل لك أن تفصل فيها؟ الثغرات تتمثل كما ذكرت لحضرتك في ثنائية السلطة التشريعية، يعني إعطاء صلاحيات لمجلس الدولة الذي هو في الحقيقة غالبية المؤتمر الوطني العام
يعني اني مددت فتره عمل المؤتمر الوطني العام الذي اعترف هو من تلقاء نفسه بمشروعيه انتخابات مجلس النواب، وكان بفضل نقل السلطه الى مجلس النواب. الان بموجب المقترح المقدم من طرف المؤتمر الوطني العام في اطار مجلس الدوله، يجب ان تكون لمجلس الدوله صلاحيات تشريعيه او صلاحيات السلطه التشريعيه. هذا يطرح مشكله دستوريه تتمثل في ثنائيه الجسم التشريعي، وهذا لا يجوز. يعني علم إدارة الدولة وبناء الدولة هذا لا يجوز. يجب أن نفكر كما نفكر سياسيين، يجب أن نفكر دستوريين في كيفية إيجاد مخرج دستوري سليم يضمن في نفس الوقت حقوق الطرف الآخر وهي كتلة المؤتمر الوطني العام. يعني يمكن العمل على ذلك من خلال حماية هذه الحقوق من خلال كتلة المعارضة داخل مجلس النواب، ولكن للأسف مجلس المؤتمر الوطني العام مصر على أنه يحتفظ لنفسه بهذه الحقوق بصورة مستقلة عن مجلس النواب وعن كتلة المعارضة، لأن عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام هم أعضاء في مجلس النواب، وأعضاء موليين من مجلس النواب هم مؤيدين المؤتمر الوطني العام. المؤتمر الوطني العام لن يحرك ساكنا لحماية حقوق كتلة المعارضة، رقم واحد. اثنين، كان يجب أن يتم من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام الفصل في مسألة بعض القرارات التي تجر الأعضاء في مجلس النواب أنفسهم، وحقيقة تتعارض مع مبدأ الحصانة لأعضاء مجلس النواب وضرورة النظر في هذه المسألة بطريقة قانونية سليمة تنص على إلغاء هذه القرارات التي تؤخذ في غياب نواب المعارضة. كان يمكن إيجاد حل قانوني وبالذات دستوري بطريقة علمية هادية من خلال لجنة تنسيق ليبية كاملة من الطرفين، واقترحنا عليهم اختيار شخصين من كل جهة لكي تتولى عملية التنسيق وحل هذه المعضلة الدستورية القانونية. طيب هذه المسألة الدستورية القانونية وانعكاساتها التي تتخوف منها في الفترة القادمة، يعني لماذا لم تتداركها البعثة الأممية؟ لا عفوا، يعني إذا هانت عليك نفسك فأنت على الناس أهون. إذا كان الطرف الليبي أو الأطراف الليبية غير مكترثين بوطنهم وغير مكترثين بإنقاذ وطنهم، هل أنا أتوقع أن برنارد ليون حرص على الليبيين أكثر من أنفسهم؟ هذا يعني حقيقة قمة الجهل حقيقة وقمة عدم الاكتراث. لكن كان يمكن معالجة هذه المشكلة بطريقة هادية لو كان في حسن النوايا. هناك أزمة ثقة رقم واحد، وهناك أزمة حسن النوايا، لكن هناك مسألة أساسية لم تتحدث عنها ولم نتحدث عنها في السابق، وهي أن هناك حقيقة تصدع في الكتلة السنية أو في الدول السنية بين مجموعة تقودها دول الخليج في السابق السعودية مصر ومجموعة مغاربية على رأسها الجزائر. بعد تولي الملك سلمان انتبه لهذه المسألة ورأى أن ضرورة معالجة التصدع في المعسكر السني وعلاجه، وأحد العلاجات التي يجب أن تتم بسرعة هو إنهاء النزاع في ليبيا، لأن سيضر بالمعسكر السني وبالتالي ضرورة العمل على إنهاء هذا النزاع. رغم حقيقة هذه السياسة السعودية الجديدة المتعلقة بالمعسكر السني بذات المنطقة الغربية، إلا أن هناك لازال هناك صراع بين دولتي الجوار شرق ليبيا وغرب ليبيا على من يفرض إرادته على الطرف الثاني في الشأن الليبي. الأطراف الليبية إلى الآن لا تملك الاستقلالية لفرض إرادتها على الجناحين الشرقي والغربي، إنما هي حقيقة تستمع إلى هذه التوجيهات وتقوم بالانصياع إليها. إلى الآن لا توجد لدينا إرادة ليبية مستقلة عن أطراف الخارجية وخاصة الإقليمية. طيب أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا أتوجه بها إلى السيد البكوش، يعني مصلحة المجتمع الدولي أو مصلحة الدول العربية في استقرار ليبيا، كذلك حالة عدم الوعي بما الذي ستضعنا في هذه المسودة من عقبات قانونية ودستورية. طيب موقف الدول بشكل عام سيد البكوش في الفترة الماضية كان منقسم بين الحل السياسي والحل العسكري، الآن في مجملها يعني تجمع على حتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، ما الذي وحد الخطاب؟ أعتقد أن هل تسمعينني؟ نعم في الاستماع تفضل. أعتقد أن الجميع اتفق في مرحلة مبكرة ربما منذ 3 أو 4 أشهر إن لم يكن أكثر من ذلك على أنه ليس هناك حل عسكري للقضية الليبية، إذ أننا لا فريق لديه القوة الكاملة لبسط نفوذه على جميع أرجاء ليبيا المترامية الأطراف.
فهذا ليس بجديد، الجميع يتفق أعتقد على حل سياسي، ربما السيد حفتر يعتقد أنه يستطيع أن يوفر حل عسكري ويستطيع أن يكون مجلس عسكري ويستطيع أن يكرر مسرحية السيسي في مصر، ولكن القضية أنا أختلف مع السيد الزحاف، القضية ليست قضية حول ازدواجية السلطة التشريعية، ازدواجية السلطة التشريعية ربما تكون في كجميع أنحاء العالم، هناك سلطات، هناك مجلس نواب ومجلس شيوخ، وكان لدينا في ليبيا سلطتين تشريعيتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ أيام المملكة، ويمكن أيضا الإعلان الدستوري كما حدث في اليمن عندما دخل السيد عبد الهادي على الخط وأصبح هو المرشح الوحيد، قال الاتفاق بأن هذا مخالف لدستور اليمن الذي يصر على عدة مرشحين للرئاسة، ولكن الاتفاق يغلب الدستور. القضية إذا أردنا أن نختلف حول هذا الموضوع حري بنا أن نقول بأن الاتفاق الذي يقدمه ليون مخالفة تامة لاستقلالية القضاء وقرار الدائرة الدستورية، كيف يمكن نرمي بذلك؟ ولكن أعتقد نحن الآن بصدد الوصول إلى اتفاق سياسي ربما يحتم علينا أن ندع المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق أن يذهبوا في شأنهم ونؤسس لحكومة وفاق وطني وربما مجلس رئاسي لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، والتي نتوقع حسب التصريحات الهيئة الدستورية أنها ستصدر الدستور مع نهاية هذه السنة، فربما نتحدث نحن عن 12 شهرا أو ربما 18 شهرا. طيب السيد الزحاف أشار إلى نقطة سيد البكوش، وهي استقلالية أطراف الحوار، أنت كنت أحد أعضاء وفود الحوار في الصخيرات، ما مدى صحة هذا الأمر؟ هل أطراف الحوار لا تتمتع بالاستقلالية الكافية لمناقشة ودراسة المسودات التي طرحت عليها؟ دعيني أقول لك كيف تعمل هذه الحوارات. يصل الوفد إلى الصخيرات، ينزل بالفندق، ثاني يوم يعلم الوفد بأن هناك اجتماع مع المندوب الأممي، نجتمع مع المندوب الأممي لمدة نصف ساعة أو ساعة، وكل يوم يحدث اجتماع مع المندوب الأممي، لا نناقش فيها ما هو في المسودة. بعد انفضاض جولة المفاوضات إما أن نسلم قبل أن نغادر مسودة أو ترسل لنا بالإيميل ونجد فيها أشياء لم تناقش أبدا. يا سيدتي طرفي الحوار الرئيسيين، خلينا من قصة المستقلين الذين أسسهم ليون، نحن لا نعرف كيف أتوا هؤلاء المستقلين ولكن اختارهم ليون لوحده. طيب. نحن نتحدث عن الطرفين الرئيسيين، المؤتمر الوطني والبرلمان، ولكل منهما حكومته ولكل منهما قواته العسكرية، وكل منهما يسيطر على جزء من الأرض الليبية. هذين الطرفين لم يجتمعا قط ويتحاورا حول هذه البنود، اجتمعا مرة واحدة في الجولة الأخيرة حيث ألقى كل منهما كلمة وانفض الاجتماع. طيب اذا هنالك مشاكل عديده في مساله اذا لقاء الاطراف وتفاعلها في صياغه مسودات الاتفاق السياسي. طيب سيد خولي، عوده الى المجتمع الدولي من جديد، عمليا هل تعتقد ان هذا الاهتمام الدولي بالوضع في ليبيا سيستمر الى ما بعد التوقيع على الاتفاق السياسي؟ نحن الان بهذا السؤال نستبق خطوة مهمة وهي الاتفاق السياسي. أين الاتفاق السياسي الآن؟ الاتفاق السياسي يا سيدتي الفاضلة ينبغي أن يوضع ببساطة شديدة. الآن المؤتمر الوطني العام والبرلمان كل منهما من الناحية القانونية، من الناحية الشرعية الخاصة بالشرعية التي منحت لكل منهما الولاية، أين هذه الشرعية؟ هي الشعب الليبي. ينبغي على الاثنين معا لأنهما سويا مطعون في شرعيتهما الآن، هناك برلمان منحل وهناك مؤتمر منتهي ولايته، ففي هذه الحالة يكلف كل منهما أي الاثنين معا بالاتفاق على حكومة
ائتلافية أو حكومة كفاءة ائتلافية. هذه الحكومة تتولى التشريع والتنفيذ للمرحلة الانتقالية من اعتماد الدستور ثم البرلمان ثم الرئيس ثم الحكومة المنتخبة أو الحكومة الدائمة، ويذهب البرلمان إلى حاله ويذهب المؤتمر إلى حاله. هذه هي الخطوة التي ينبغي أن نتحدث عنها الآن. في هذه الحالة لو تم هذا السيناريو بهذه الانسيابية، المجتمع الدولي لن نكون بحاجة إليه على الإطلاق، لأنه الدولة الليبية ستكون قامت على مرتكزات وركائن أساسية وتملك أمرها تماما، ويكون الشعب الليبي قد أضفى شرعيته على مؤسسات هذه الدولة، ولن نكون في حاجة للمجتمع الدولي إلا في قضايا تقنية، قضايا اقتصادية وما إلى ذلك. هكذا يكون، لا ينبغي أن نقفز على قضية التوافق. طيب سيد بركات، يعني عدم تمتع أطراف الحوار بالصلاحيات الكافية كما يشير سيد البكوش، وكذلك عدم استقلاليتها كما يصف السيد الزحاف، برأيك كيف يؤثر على مسار الحوار؟ كيف يؤثر على المرحلة الانتقالية المرتقبة من عمر البلاد؟ تأثيره على المرحلة الانتقالية، أنا أؤيد فكرة الأستاذ الزحاف. أتساءل منذ فترة طويلة لماذا لا يتم تشكيل حكومة تكنوقراطيين، حكومة وحدة وطنية وحكومة تكنوقراطيين يقوموا بإجراء انتخابات وإعادة بناء المؤسسات وتكون مرحلة انتقالية كما ذكر. تأثير غياب الوجود الاتفاق السياسي على المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الآن يعني متردد. هو صحيح أنه يعترف بالحكومة طبرق، ولكنه متردد أيضا. يعني عندما كنت أستمع إلى بعض المسؤولين عندما كانوا يقولوا مع من من الليبيين نتحدث، هل هناك طرف يمثل الشعب الليبي حقيقة؟ فطبعا غياب جهة رسمية تمثل الشعب الليبي بأكمله تؤثر على علاقات ليبيا كدولة أو ككيان مع المجتمع الدولي. طيب أنت أشرت إلى اعتراف المجتمع الدولي أو إلى دول بعينها بأحد أطراف الصراع في ليبيا. طيب هنالك دول يعني تدعم طرف دون آخر، تفعل اتفاقيات معه وتتعامل معه كأنه السلطة التنفيذية التي ستبقى في البلاد بغض النظر عما يتجه إليه الحوار ومساعي تشكيل حكومة وفاق وطني. فيما سيتمثل دور هذه الدول برأيك مستقبلاً؟ محال أن يتم التوصل لاتفاق سياسي بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تمثل كلا الأطراف، المجتمع الدولي عليه أن يرضخ لرغبات الشعب الليبي، ولن يكون له أمام أي دولة من دول المجتمع الدولي أي حجة في الاستمرار بالاعتراف بطرف دون الطرف الآخر. فالمشكلة هي مشكلة ليبية بحتة، ولن يتم التوصل إلى أي اتفاق ما دام هناك غياب لنوايا حقيقية لدى الجانبين الليبيين. فالمجتمع الدولي دوره كوسيط، وكما ذكر يعني اجتماع نص ساعة مع طرف وإصدار بيان أو مسودة أو إرسال ميل عن نتائج الاجتماع، هذه ليس هكذا سيتم التوصل إلى إيجاد حل النزاع في ليبيا. طيب نحن أشرنا إلى تفاعل دول بعينها مع أطراف الصراع سيد الزحاف، هل تخالف هذه الدول أعرافا أو قوانين دولية عند تعاملها واعترافها ضمنيا ببعض فصائل الصراع في ليبيا؟ لا أختي كريمة، حقيقة يعني الدول تقوم على منطقة الجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية واستراتيجيات ثابتة حقيقة تستمر أحيانا لمئة سنة متواصلة، لا تقوم على تصريحات إعلانية اليوم أو غدا، هذه حقيقة مجرد دبلوماسية إعلانية لا أكثر ولا أقل، ولكن الدول ترتكز على استراتيجيات ثابتة تعتمد على العنصر الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، جملة معطيات تشكل هذه الاستراتيجية. وبالتالي حقيقة من حق هذه الدول سواء كانت أوروبا في الشمال أو الجزائر في الغرب أو مصر في الشرق أن تهتم بالشأن الليبي، لأن وإلا حقيقة تكون يعني فقدت كل معنى لمفهوم الجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية في تأثيرات على الأمن القومي لهذه الدولة أو تلك. يعني يجب أن نعترف بهذا المنطق الموضوعي والعلمي، ولكن إذا كانت هذه الأطراف الخارجية تؤثر كيف
نستطيع احنا نحد من هذا التاثير وننتقل من دور المتاثر الى دور المؤثر. هذا يعتمد على الاطراف الليبيه واستعدادها للجلوس لطاوله حوار والشعور بانهم ابناء وطن واحد وان البيت فقط ان الوطن سقف واحد للجميع، اذا انهار سينهار على رؤوس الجميع. للاسف الاطراف الليبيه في الصراع الان تتعامل مع بعض على ان خصم يريد الغاء الخصم الثاني او ابادته، لا ينظر اليه انه هو اخ وشريك في هذا البيت الوطني، وهو خلل حقيقه فكري وخلل سيكولوجي في نفسيه اطراف النزاع. يجب ان ينتهي فورا ويحل محله فكره الوطن الواحد والعائله الواحده. لعلك قدمت قراءه لموقف الطرفين طرفي الصراع في ليبيا. سيد البكوش، بين طرف يشترط تضمين ملاحظاته للموافقه على هذه المسوده من الاتفاق السياسي، واخر بحذر يوافق على مضمون هذه المسوده، كيف تقرا مواقف الطرفين من مسوده الاتفاق السياسي؟ والان انت توصفين الحلقه الجهنمية التي يمر بها ما يسمى بالحوار أو المفاوضات، وهي عبارة عن سلسلة من المسودات يخرج علينا بها المندوب الأممي، يرفضها طرف ويقبلها طرف آخر، وعلى هذا الأساس أنا أقترح بأننا قد وصلنا إلى طريق مسدود في هذه المرحلة، ويجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى. والمرحلة الأخرى وهي التي أقترحها كل من ضيفي الكريمين السيد بسيوني والسيد بركات، وهي الذهاب إلى حكومة وفاق وطني. وعلى هذا الأساس يمكن للشعب الليبي أن ينادي بالذهاب إلى هذه الحكومة والاتفاق على هذه الحكومة، وليذهب المؤتمر الوطني والبرلمان كل في حاله. ولكن في الواقع دعيني أقول لك، قدم المؤتمر الوطني في الجولة الأخيرة هذا المقترح بحذافيره إلى المندوب الأممي بطريقة رسمية، ورفض من المندوب الأممي ومن البرلمان ومن كتلة المستقلين. طيب سيد خولي، ما قراءتك الخاصة إذا لمواقف طرفي الصراع من المسودة المعدلة؟ هل تتفق مع سيد البكوش؟ طرفي الصراع في ليبيا في الحقيقة يعتبرون الحوار هو حوار للتصالح وتوزيع السلطات والصلاحيات وأدوات الحكم بين الطرفين. أنت تأخذ حصة وأنا أخذ حصة، أنت تأخذ كذا وأنا أخذ كذا، وهذه هي الطامة الكبرى في المسألة الليبية. التصالح ليس تصالح بين الشرق والغرب لإرضاء كل منهما بحصة من ليبيا. القضية الأساسية أننا نريد أن نجتمع ونتفق، ومن ثم نتصالح ونتوافق على دولة ليبية بنظمها وبكافة ما يتعلق بها. هذا هو ما ينبغي أن يفهمه المجتمع الدولي أولا، والقوى الإقليمية ثانيا، والأطراف الليبية في الداخل. يا أخوان، القضية ليست تصالح بين اعتبارين، اعتبار أو فاعلين، فاعل وفاعل. القضية الأساسية هي كيف نتفق على بناء دولة، ما هي الخطوات التي ينبغي، وليس توزيع السلطات وليس توزيع الصلاحيات، ما هي الخطوات التي ينبغي أن نبدأ فيها من هذه اللحظة لكي نبني الدولة الليبية. حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط تقوم بهذه المهمة بالكامل، ويذهب الجميع إلى حاله وإلى وضعه. الحكومة المتفق عليها تكون تتمتع بالنزاهة، وتتمتع أيضا بالشفافية وبالحيادية وكذا بالكفاءة المطلقة. طيب ذلك في أحسن الأحوال، ولكن الأطراف الليبية حتى الآن يعني لم تجد مخرج من أزمتها في مسألة اقتسام حصتها من المرحلة الانتقالية القادمة. على كل حال سيد بركات، يشير المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو اليوم في حديث تصريحاته إلى ضرورة تقديم تنازلات من قبل الأطراف، في حين صرح في وقت سابق أن التعديل على المسودة الأخيرة سيكون صعب جدا، وأن هذه المسودة هي المسودة النهائية. كيف تقرأ هذا التناقض؟ ما الموقف المبعوث الأممي متناقض من البداية، يعني حتى الآن لم يستطع إقناع أي طرف بتقديم تنازلات. فطبعا هذا الموقف واضح أن هذه التناقضات موجودة، وأنه عاجز عن
جمع بين الطرفين والتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراطية. يعني المفروض أن يكون هذا حل سريع جدا. الانتظار لفترة طويلة وتأجيل الاجتماعات وعدم الخروج عدم التوصل إلى حتى اتفاقية اتفاق حد أدنى يدل على الفشل التام في المفاوضات. طيب سيد البكوش، هل تعتقد أن مواقف الأطراف اليوم من البعثة الأممية وصلت حد انعدام الثقة في دعمها للحل أيا كانت صبغته وشكله في ليبيا؟ على أقل المؤتمر الوطني العام والطرف الذي يمثله المؤتمر الوطني العام والقوة التي تسانده فقدت الكثير من الثقة في السيد ليون، إذ أنه وأنا كنت حاضر لبعض هذه الجولات ما يعد به داخل الاجتماعات وما يقوله مخالف تماما لما يخرج عليه علينا به في المسودات. ولكن أريد أن أوضح للسيد بركات، قدم المؤتمر الوطني تنازلات منذ الجولة الأولى حين أعلن بأنه سوف لن يتشبث ولن يتخندق خلف قرار الدائرة الدستورية بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة وأن البرلمان غير قانوني، بل اقترح ثلاث مقترحات: إما أن نشكل سلطة تشريعية من مجلسين، أو دمج المجلسين، أو يذهب المجلسين ونشكل حكومة وفاق وطني. قدم المؤتمر الوطني عدة تنازلات وتنازلات مهمة، ولكن طيب هو يعني هو كما تصف أن تقدم تنازلات ولكنه يشترط اليوم تضمين ملاحظاته حتى يوافق على المسودة. على كل حال السياسي السابق بالطبع. السياسي السابق محمد البرادعي وتسريباته حول ليون وتورطه في الصراع في ليبيا وتورطي عفوا في الصراع في مصر وأنه سيقف وراء يعني الانتهاء إلى تسوية غير منصفة في ليبيا أيضا وأن ذلك هو هدفه في الأصل حسب قوله، كيف تعلق على ذلك؟ كيف سيؤثر ذلك وينعكس على مسار الحوار أصلا؟ هذا يؤكد ما يذهب إليه الكثيرون من أننا لا نستطيع أن نثق في المبعوث الأممي وأنه أصبح متحيزا بالكامل. نريد أن نقول أيضا بأن ما ذكرته عن أن المؤتمر الوطني طلب مناقشة اقتراحاته، هناك مقترحين أساسيين لا يمكن أن نقبل بالتمديد لبرلمان ولا يمكن أن نقبل بحفتر قائدا عاما للجيش. كيف يمكن أن تسوق هذه الاتفاقية للليبيين في بنغازي وفي درنة الذين يقصفهم حفتر ويدمر مدنهم ومساكنهم كل يوم؟ كيف يمكن أن نقول لأهلنا في بنغازي وأهلنا في درنة أنكم ستسلمون أسلحتكم لحفتر؟ أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا في هذا الجزء من منتصف الليل. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. نستوفي الحوار مع باقي ضيوفنا. سيد الزحاف، المجتمع الدولي حذر في أكثر من موقف من فرض عقوبات على كل من يعرقل مسار الحوار. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ما الذي يعرقله أو يمنعه من فعل ذلك حتى الآن؟ سيد الزحاف، طيب أنتقل إلى سيد الخولي بذات السؤال، برأيك ما الذي يمنع المجتمع الدولي لاتخاذ أي خطوة لمعاقبة من يعرقل مسار الحوار والاستقرار السياسي بالدرجة الأولى في ليبيا؟ المجتمع الدولي في حالة لجوئه إلى توقيع عقوبات على شخصيات ليبية طبيعية أو اعتبارية سيكون قد وصل بالمسألة إلى نهاية الشوط، ويكون من الصعب عليه بعد ذلك أن يواصل عملية التوسط في المسألة الليبية، ومن ثم عليه أن يتريث كما يتراءى لي وأن يدرس الأوضاع بشكل جيد ويتيح الفرصة للأطراف لكي يقف على حقيقة موقف كل طرف ويقنع بموقف كل طرف، وفي هذه الحالة تكون المسألة بالفعل نفسها مهيئة
ومعدة لأن يفرض عقوبات، وهذا هو السبب الرئيسي في هذه المرحلة الحاسمة لأن يتريث ويؤجل المجتمع الدولي فرض العقوبات على الشخصيات الليبية سواء كانت اعتبارية أو طبيعية. طيب من وجهة نظر قانونية سيد الزحاف، ما الذي يمنع المجتمع الدولي حتى الآن من توجيه عقوبات على من يعرقل مسار الحوار، على الرغم من أن الأطراف الدولية قد حذرت في أكثر من موقف من 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 استعدادها لتوجيه هذه العقوبات ضد الأطراف الليبية والتي قد تعرقل مسار الحوار؟ هي المانع إلى حد الآن هو وجود أطراف إقليمية تعارض هذا النوع من العقوبات، وهي يعني تنحاز الى هذا الطرف او ذاك، والمجتمع الدولي وخاصه القوى الكبرى ترى ان هذه الاطراف الدوليه الاقليميه هي لاعب اساسي في المنطقه وخاصه في المرحله الحاليه، وبالتالي يجب حقيقه على راي المثل الشعبي جبر خواطرها وعدم الذهاب الى فرض العقوبات الان. ولكن اذا استمر هذا التعنت قد يصدر مجلس الامن هذا النوع من العقوبات، و هنا حقيقة ندخل في يعني المجهول، لأن هذه الشخصيات سوف تتصرف بمنطق الشخص الانتحاري الذي ليس لديه ما يخسره، وستكون انعكاساتها على الداخل حقيقة سلبية جدا جدا، وبالتالي ضرورة الحيطة والحذر من قبل المجتمع الدولي في فرض هذا النوع من العقوبات الآن أمر جد جد مهم طبعا. أنت أشرت إلى نقطة الانعكاسات، أتوجه بهذه الفكرة إلى السيد بركات، ما هي انعكاسات تأخر حسم الأطراف لمواقفها من مسودة الاتفاق حتى الآن برأيك؟ لا أعتقد أنه حتى يعني في العديد من الأزمات التي حصلت حتى الآن قام المجتمع الدولي، هيئة الأمم المتحدة وجهات أخرى، الاتحاد الأوروبي، وضعوا قوائم ووضعوا على القوائم أسماء الأشخاص الذين تم حجز أموالهم، ولكن هل سيؤدي ذلك إلى انفراج الأزمة في ليبيا؟ لا أعتقد ذلك، والدول المعنية والمجتمع الدولي يعلم تماما أن هذا لن يؤثر إيجابيا على إيجاد حل للنزاع في ليبيا، فبالتالي هذه العملية لن تكون مجدية. ومن ناحية أخرى المجتمع الدولي لا أعتقد أنه سيتخذ إجراء كهذا الإجراء. طيب سيد خولي، رئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني يتوقع أن تتأجل عملية استئناف الحوار حتى ديسمبر القادم أو حتى بعده، وفق المعطيات الحالية على الساحة هل من المتوقع حدوث ذلك؟ هو يقول هذا الكلام ويصرح به لأنه فاعل في الحوار، فهو يمكنه بالفعل أن يماطل وأن يسوف وأن يؤجل وأن يتشاور كما هو في القاهرة اليوم، وأن يتشاور مع الأطراف الإقليمية وينتظر منها التوجيهات وينتظر منها التوصيات، وبالفعل هو يقول هذا الكلام وأنا أظن أنه به كفيل. يمكنه أيضا كما أقول أن يؤجل فعلا ويسوف ويطيل في المماطلة إلى ديسمبر كما يقول، وهو في ذلك له يعني أعتقد له الفاعلية في ذلك. طيب سيد الزحاف، الأزمة في ليبيا مستمرة وفي تصاعد والحل لا زال قيد الدراسة إلى الآن، برأيك ما هي كلفة تأخر الانتهاء إلى حل للأزمة الليبية؟ الكلفة ستكون عالية جدا للأسف. الكلفة ستكون أولا حقيقة سياسية، أي أن المجتمع الليبي لن تكون لديه القدرة على الدخول على المرحلة النهائية، لأن المرحلة النهائية تقتضي استعدادات بالمنطق السياسي، بالمنطق الايديولوجي، بالمنطق الاقتصادي، بالمنطق الامني، بالمنطق العسكري، ما تتوفر مقومات النجاح للعمليه الانتقاليه النهائيه. لا يمكننا تصور الدخول الى المرحله النهائيه، مرحله الدستور والحكومه النهائيه والبرلمان النهائي، وبالتالي كل ما نتاخر في الحل اليوم سنتاخر في الحل النهائي. لذلك يجب على اطراف النزاع ان تنتبه ان الحقيقه ان معركتها السياسيه الحقيقيه ليست في هذه السنه الانتقاليه، هذه سنه خساره وليس سنه ارباح بالمنطق السياسي. عليها ان تعي وتدرك بان معركتها الحقيقيه السياسيه بالمنطق العلمي وبالمنطق الوطني هي المرحله النهائيه التي تقتضي اعمال جليله جدا جدا وكبيره على جميع المستويات، وبالتالي عدم حقيقه صرف الوقت وانهاك انفسهم
في مرحلة انتقالية لا تزيد على 12 شهر. يعني طيب سيد الزحاف، اذا ما نجح الاطراف في الاتفاق وتوقيع على هذه المسودة، ما الضمانات او ما الضوابط القانونية للالتزام بما يرد في هذه المسودة من بنود وتطبيقها في المرحلة القادمة؟ هناك ضمانات الاطراف بتعهدها بالالتزام بالذات بالملحق الامني والعسكري، ولكن كما ذكر البعض ان هناك اطراف عسكرية، اطراف في النزاع وخصم رئيسي في النزاع، على هذه الأطراف أن تلتزم الآن حقيقة بالانسحاب من المشهد، وإذا أرادت أن تتقدم في المرحلة النهائية للحياة السياسية بشكل مدني فلتتقدم، ولكن إصرارها على أن تستمر في المرحلة الحالية سيؤدي إلى مضاعفات سواء في تأخير الاتفاق أو في تلغيم الاتفاق فيما بعد. طيب سيد بركات، بدورك أي مستقبل ينتظر الحوار الآن وفق لتطورات المواقف الليبية والدولية؟ إذا كان الجانب الليبي أو الأطراف الليبية لم تحرز أي تقدم ولم تقدم أي تنازلات، فسيستمر النزاع إلى ما لا نهاية. لا أعتقد أن لست متفائلا في إيجاد حل. حول المجتمع الدولي، كان مفروض، وهذا كلام الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، قال في إحدى الاجتماعات أو المؤتمرات أن الحلف شمال الأطلسي قام بعمله، أي الجانب العسكري، وكان المفروض على المجتمع الدولي أن يقوم بعملية بناء ليبيا، بناء المؤسسات ومصاحبة ليبيا في بناء الديمقراطية. أعتقد الآن المجتمع الدولي لا توجد لديه إمكانيات عمل ذلك، فليس علينا أن ننتظر من المجتمع الدولي ما أن يقوم بأمور ليست بإمكانه الآن، ويبقى الحل ليبيا أولا وأخيرا. طيب سيد خولي، بالرغم من الموقف الذي يتحفظ به ضيوفي على موقف المجتمع الدولي وانحيازه لطرف دون آخر، ولكن ماذا بإمكان هذا المجتمع أن يقوم الآن لدفع أو وحث أطراف الحوار على المضي في هذا الحل السياسي للأزمة الليبية؟ قبل أن أتحدث عن دور المجتمع الدولي، ينبغي أن أتحدث عن فاعل آخر لابد أن يبدو في الساحة الليبية الآن، وأنا أقول أنه الفاعل المهم والفاعل الرئيس الذي يمكن أن يحرك الأمور بشكل جيد في اتجاه ما يريده أو ما تريده إرادة الشعب الليبي هو الشعب الليبي. لابد على الشعب الليبي أن يتحرك الآن، لابد على الشعب الليبي أن يعلن وللعالم ويسفر عن إرادته ماذا يريد. هل يريد لهذا الحوار العبثي أن يستمر وأن يدفع ويزيد من كلفة البلاد ومن تدمير مقدرات الدولة الليبية والوطن الليبي، أم أنه يريد أن يحسم هذه المسألة؟ طيب في إيجاز، ماذا بإمكان المجتمع الليبي أن يقوم الآن فيما يتعلق بأطراف الحوار وحثها على مواصلة المسير نحو الحل السياسي للأزمة؟ نعم، المجتمع الليبي ينبغي أن يقوم بهذا الدور، وهو الآن مخول لهذا الدور، بل وهو الآن محق وحري به أن يقوم بهذا الدور. وفي هذه الحالة سوف يخضع المجتمع الدولي لإرادة الشعب الليبي. المجتمع الدولي لن يتحرك إلا إذا تحرك المجتمع الليبي وتحرك الشعب الليبي وقال كلمته وأعرب عن إرادته أنه يريد حلا لهذه المسألة، ويضغط ويقدم مقترحات من خلال مؤسسات المجتمع المدني. لا، يقول أنه يريد الحل، ويريد الحل بالطريقة المعينة التي يريدها، وتحفظ له كلمته وتحفظ له مقدراته وتحقق إرادته. هنا تفرض على المجتمع الدولي وتفرض على كافة الأطراف. أشكرك، بهذا نصل إلى ختام منتصف الليل. نشكر ضيوفنا، انضم إلينا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة السيد بسيوني خولي، عبر سكايب من بروكسل المختص في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجائي بركات، وعبر الهاتف من اسطنبول الخبير القانوني صالح الزحاف. كذلك أتوجه بالشكر إلى ضيفنا والذي شاركنا في بداية أو جزء من حلقة اليوم عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.